مساء الخير لكل مشاهدينا واهلا بحضراتكم وحلقه جديده وشاف ومفيده. قبل ما نبتدي حلقتنا احنا معودين حضراتكم دايما ان كل يوم بيبقى فيه سؤال وجايزته عمره ما عدا يوم الاحد، الجايزه بتاعته دايما بتبقى حج. ده كان ما عدا الجايزه بتاعتنا يا وليد ورا الكاميرا بيلخبطني. الجايزه بتاعت يوم الاحد هي الحج. هنسمع السؤال النهارده، سؤال سهل ركزوا فيه، وهنرجع مره تانية نقوله بصوتي وبرده ركزوا فيه ونسمعه ونرجع. مسابقة برنامج الشاف ومفيدة والجائزة رحلة عمرة. سؤال حلقة اليوم: من هي أول طبيبة في الإسلام؟ رفيدة الأسلمية، الشفاء بنت عبد الله، زينب بنت جحش. اتصل على رقم محمول 2600 أو من أي رقم أرضي على 0900 9500، أو أرسل رسالة على 95177. أرسل حرف شين في بداية الرسالة ثم مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة. من هي أول طبيبة في الإسلام؟ طبيبة في الإسلام، هل هي رفيدة الإسلامية؟ رفيدة الإسلامية ولا أشفاء بنت عبد الله ولا زينب بنت جحش؟ رفيدة أم الشفاء أم زينب؟ رفيدة، شفاء، زينب. الإجابة سهلة جدا أعتقد، وحظ سعيد لكل أصدقائنا، والجايزة النهاردة عمر. اسمحوا لي قبل ما نبتدي أي حاجة خالص نتكلم فيها النهاردة، أنا كان يعني من امبارح ونفسيا وأنا تعبانة جدا بعد ما سمعت موضوع الصاروخ اللي جه غلط ونزل على رفح وقتلنا 12 من ولادنا المصريين وهم في العريش وهم بيتفرجوا على الماتش. يعني النهارده انا قاريه لصديق على الفيسبوك وهو كان في العريش وبيحكي بالظبط التفاصيل، ان هم كانوا قاعدين بيتفرجوا على الماتش ومره واحده سمعوا حاجه زي صوت جامد جدا رج الارض، جريوا لقوا في سوبر ماركت الخير وجنبها مكان تاني، الدنيا اشلاء على الارض، وكأن انا مش عايزه برضو ايه، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده لان انا واخده موقف في الموضوع ده، بس اللي بيحصل في غزه احنا متعاطفين جدا مع اهل فلسطين، احنا متعاطفين جدا مع الشباب ومع الاطفال اللي بيموتوا، وعمرنا ما نتمنى ان احنا نشوف اي حد في اي منظر زي المناظر دي لاي عربي، فيما بالنا اهلنا اللي فلسطين. لكن مش هنقدر، مش احنا كمصريين في عندنا في الموضوع ده جزئين، جزء ان احنا متعاطفين وجزء الحماس وما وعلاقة حماس بالجماعة الإرهابية. فالموضوع شائك جدا جدا جدا، عشان كده احنا رافضين في فيسبوك ناس كتيرة جدا انتوا مش ناويين تتكلموا عن الموضوع في غزة. لا، انا مش ناوي اتكلم في الموضوع في غزة، احنا متعاطفين مع ما بيحصل في غزة فقط ونقطة ومن اول السطر. اللي هيضايق من الكلام ده انا اسفة، انا مش قصدي ضايقك، لكن دي مشاعر كثير والكثير من المصريين، وانا بقولها بمنتهى الصراحه لان ما اتعودش انا لا بقدم برامج سياسيه ولا الكلام ده، احنا نقطه ومن اول سطر. اهلنا في غزه صعبانين علينا فقط. لكن بقى نيجي يحصل الصاروخ اللي يجي غلط، بدل ما هم موجهين كل الصواريخ بتاعتهم غلط اصلا لاسرائيل، يجي ينزل واحد عندنا في العريش، هو ده اللي عندنا علامه استفهام فيه، واعتقد انه هيبقى ليه رد واضح وصريح من الجهات المعنيه بالموضوع ده. لكن مره تانية احنا بنعزي نفسنا، معلش يا مصريين، احنا استحملنا كتير جدا، استحملنا 3 سنين من القرف والشقه، خلونا نستحمل كمان ال 12 شهيد اللي ماتوا النهارده امبارح بالليل، ونقول معلش يا مصر ما تزعليش، نطلب لهم الرحمه، ونقول ان احنا هنفضل مستحملين معدين لغايه ان شاء الله ما نطلع بمصر لبر الامان، واحنا قربنا ان شاء الله نطلع لبر الامان. ده كان حاجه مهمه جدا اللي احنا عايزين نتكلم فيها. السؤال بتاع النهاردة سؤال بنرجع تاني للموضوع احنا كنا مكملين فيه بقالنا فترة من اول رمضان، وانا وشاف شربيني واحنا متفقين ان احنا هنتكلم في موضوع زيادة الاسعار. النهاردة بقى لو انت ركبت مع سواق ميكروباص، ولو انت رحت تشتري حاجة في السوق ولقيت بجد ان الحاجة غالية فعلا، وانا بكلم هنا بقى عن السواقين لان في ناس كتير جدا بيشتكوا، يركبوا السواقين يركبوا الميني باص يقول لهم والله الاجره ب 3 جنيه، واللي مش عاجبه ينزل يقف في الحر وفي الشمس ان شاء الله محدش هيركبه، وهم متفقين وعاملين كومبينه مع بعض. لو احنا واجهنا الموقف ده نعمل ايه؟ ده سؤالنا النهارده. هروح نشوف شيف شربيني طلب مني كام حاجه كده، كسكسي وسجق النهارده، اشتريت له كام حاجه كده من السوبر ماركت وجيت جاري علشان نكمل مع الطبيخ. نروح نشوف اشتريتنا ايه ونستقبل شيف شربيني.
جديد النهارده، والنهارده شيف شربيني يا جماعه هيعمل لنا اكله انا بصراحه متوقعه ان هي تبقى جامده جدا. عندنا كسكسي النهارده بالسجق البلدي، حاجه انا عمري في حياتي ما اكلتها. ده غير عاملين فيليه بصوص الفليه بصوص الفلفل، واحنا كلنا عايزين نتعلم صوص الفلفل ده بيتعمل ازاي، وبناء على تعليماتكم وطلباتكم شوربه المشروم. السلام عليكم. كمون وكزبره، بصل، عايزين بصل. في كسكسي موجود عندك؟ خلينا ناخد زيت لان احنا الزيت خلص من عندنا. انا جبت كل حاجه، ما نسيتش غير اللحمه، واروح اجيب البهارات. السلام عليكم. عندك فيليه؟ اه هي دي الحته هيتعمل عليها بالصوص، صوص الفلفل بس. انت ليه حاطط كله في الثلاجه؟ هي دي الثلاجه؟ ايوه. انا عايزه بقى، انا عايزه الحته دي منها وتقطعها لي دوائر. الكيلو ب70. 70 جنيه كيلو مش كتير كده؟ 70 جنيه مش كتير. اللحم دي المعروضه تحت في رمضان ب70 جنيه. آه. هنا اقل حاجه ب70 جنيه، في ب73 وفي ب76. ودي بلدي؟ دي بلدي. من زمان ما شفتش الموضوع ده. انت بتنضفها الاول؟ هي الحته دي بتبقى فين في العجل؟ ده اسمه عرق. ايوه هو ده بقى، اعتقد ان عرق الفريتو ده هو اللي هنعمل منه الفيليه. انت بتحاسبني بعد التنظيف ولا قبل التنظيف؟ اه فانت حاسبني على 2 كيلو ونص؟ تمام. طلع منه الزواد واعمله لي مفروم. اختلفت؟ خليها دواير شويه تخينه، ما تخليهاش رفيعه قوي. شايفين انا اشتريت ايه عشان تعرفوا؟ اه يا شربيني، ها؟ ادي طبقين، وجبت كمان لحمه مفرومه ليه؟ عشان ما يتكلمش في بقه خالص. لازم تقول وتشهد ان انا اتغيرت. شفت طريقتي في شراء الفراخ؟ اللحمه عامله ازاي؟ انا مش عارف اقول لحضرتك. ورحت قلت له انا عايزه الحته دي البتاع وقطعها. لا لا اصحى ما شاء الله عليكي. لا لا عجبتيني. لا يعني اتعلمت. لا لا يعني بصراحه ما اقدرش اتكلم النهارده. انت يعني فيري فيري جود، يعني فيري فيري جود، فيري فيري جود بصراحه. يعني ماشي، ربنا يعدي على خير. طيب ربنا يستر. مش عايز تقول كلمه على اللي حصل امبارح في العريش؟ هقول لسعادتك حاجه. حماس ضربت حوالي 8000 صاروخ على تل ابيب. اه كلهم ترافشنج. بقول لك صناعه محلي، بيجيبوا ترافورم وحطوه علشان كبريت على عقب سجاره، معرفش تمثيليه واضحه. شويه رمل، وفي الاخر مفيش ولا واحد انصاب. انصاب، وبعدين لما قلت له 12 واحد وكم مصاب، يقول لك الخطا ده عند متعند، ده عند للشعب المصري. استفزاز للشعب. ده استفزاز للشعب. بس احنا مش عايزين هزار. بس احنا مكملين. مش معنى ده بالذات اللي جه غطا ويموت كل البشر ده. لا. ماشي. لا لا برضه احنا كبار، وبرضه احنا اكبر من كده، برضه مش هن... مش هتجر الحاجات اللي هالفه. حكيمه وواعيه وذكيه واحنا بنعمل حاجه. الناس بتاعنا بيسكت ولا بيشوف؟ الناس عندنا فاهمه بتعمل ايه. احنا مش هنعمل حاجه المره دي، خلاص الزمن ده راح. احنا مش هنعمل حاجه. مفيش سكوت. مش ما فيهاش مصلحه لمصر. ليه غلط؟ يا اخي ياخد مصلحه مصر اولا، وبعد كده يجي اي حاجه ثانيه. طيب قال ايه طريق الخطا؟ سلم لي بقى على الخطا. بس صعباني عليا اشلاء. حرام يعني، حرام يعني، حرام يعني. وبس الواحد مش راضي يتكلم كتير هاون. عشان احنا في رمضان مش عايز اقول اي كلام. لا لا لا. خارج يتحسب عليا. حرام يعني، حرام حرام. وبعدين ذنبه ايه الشعب الفلسطيني من حماس؟ ذنبهم ايه؟ هم المختارين كلهم، وقاعدين هناك في قطر في الجاكوزي وبيعملوا جيم وكل حاجه. بس انا واحد عايز اقول لك حاجه، الفلسطينيين احنا متعاطفين معاهم طبعا، جميل، بس انتوا اللي مختارين حماس. خلاص يستحمل. ده اختياركم. يستحمل. ده اختياركم. يستحمل. الشعب المصري لما قرر انه يغير القيادات كلها بتاعته وفاجئنا العالم بتغير. كل الناس ما كانوش مصدقين، وكلهم قالوا الاخوان دول يفضلوا قاعدين على قلبنا 50 سنه. الشعب المصري لما قرر ونفذ. اللي عايز حاجه بيعملها. لا معلش، ربنا يستر، ربنا يستر. هنعمل طيب ايه النهارده دلوقتي؟ بص يا ستي، احنا نخرج بقى بالمود ده. انا بصراحه متعصب من الصبح والله يا بنتي عشان اللي حصل ده. حاجه تحزن. ما رضيش ربنا خالص يعني. حاجة ايه يعني تحزن. احنا موعدين في رمضان نسد نفسنا؟ موعدين بال 12 يا اخي. ايه ده؟ مره 7 ومره 25 ومره ليه 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 يعني؟ ليه ليه؟ ونسكت. قال اقول لك بطريق الخطا، وهم رموا 5000 بومب ولا مش عارف ايه هناك، ولا واحد حتى اتصاب. مش عارف ايه القصه ده. الصواريخ اللي بيلعبوها في رمضان هنا اشرف لنا من اللي هم بيعملوه.
كسكسي يلا بقى بالسجق البلدي. معلش كسكسي عندنا كسكسي بالسجق البلدي. عندي كسكسي وجزر وفلفل الوان وبصل وبطاطس. عندي كوسة بطاطا. عندي ملح وفلفل كمون كزبرة. عندي قرفة. جوز الطيب بابريكا. بصل وتوم طبعا وكسكسي ومرق وزبدة. تمام. عايزني بقى اعمل ايه؟ انا جبت اهو. انا اشتريت لك اللحم. لا جبت لك كيس كسكسي. الكسكسي انت عملت جبتيه حلو ما شاء الله. والسجق جايباه. لا بتسلم ايدك بصراحه النهارده انا راضي عنك يعني. ربنا يكرمك يا رب. طب بما ان انت راضي عني قبل بقى ما تحضر اكل كده وبتاع. فضل. لا سؤال الحلقه النهارده بنتكلم على ان لو مواطن من المواطنين طلعوا وركبوا ميني باص وطلب منهم زياده في الاسعار نعمل ايه؟ ندفع له؟ لا هو دلوقتي يا جماعه بيقولوا ان الداخليه والمرور عمل ارقام. ايوه انا عندي رقم. استنى انا حطاه على عيد الرقم ثاني وثالث ورابع. انا مش هنتخانق. استنى اطلعه لك على ومش هي واحد موظف غلبان هيعمل اخلاقيات وبخلاقيات ناس ثانيه او يقف يشيل له مطوه ولا يعمل له مش ما ينفعش. استنى انا طلعه على اكل عيش ونازل من اكل عيش هيتخانق هيدفع الاجره بس ياخد رقم الراجل وعندك رقم اللي هتقوليه دلوقتي على الشاشه ده اللي الموجود ده اصل انا عملته شير حطيته على الصفحه بتاعتي عشان لما اطلع اقوله لكم وابقى متاكده جدا من الارقام. للتبليغ عن مخالفات التاكسي في العداد اتصل ب 011 45 44 او 136 وده موجود على الفيسبوك واحنا مشيرينه. اكتبوا يا جماعه الارقام دي لان هتحتاجوها دلوقتي على الشاشه بتاعتنا او 011 45 44 او 136. لو عايز تبلغ عن اي مخالفه مش بس التاكسي اللي انا سامعاه من ليو برديسي كان في اتصال تليفوني في احدى البرامج مش بس التاكسيات. لو عندك مخالفه من اي ميني باص لو عندك مخالفه في اي حته ميني باص تاكسي عربيه اي نوع من المخالفه انزل من غير خناقات ومن غير خناقات ما نقعد نفطر على بعض انزل خد رقم التاكسي او خد رقم الميني الميكروباص اتصل بالرقم ده بلغهم هذا الرقم وكان فين وفي أي موقف وتعالوا نشوف الحكومه بتقول هو دي الطريقه اللي انا اقدر اساعدكم بيها. خلينا معاهم لاخر الخط والارقام دي 011 45 44 او 136 ده الخط الساخن. نرجع بقى للصفحه. بس في امانه ما بينك وبين نفسك وبين ربنا. طبعا لا في امانه ما بينك وبين نفسك وبين ربنا. مش مثلا السواق ده شكله مش عاطفي او مرب دقنه او عامل شعره ششوار تقوم تبقى متغاظ منه نفسيا وتروح تبلغ على رقمه مش هيرضى ربنا. اعمل بما يرضي الله عشان دي امانه. طيب انت حطيت ايه الاول؟ انا بص نعمل كسكسي دلوقتي زي ما بنعمل الرز بتاعنا. الكسكسي ليه كذا طريقه. انت عارف ان الكسكسي يعني مش حاجه ان احنا نفتكر ان احنا ناكلها كتير ومش عارفه ليه. مرمله حلو. ريحته حلوه اهو. جميل. بس الفكره حلوه عجبتني جدا. ده نعمله حلو حادق. ونعمله حلو حاد بنفس الطريقه عشان بنفس الطريقه بس يعني انا عايشه اعمله بالسكر انا بحبه بالسكر قوي كده. هنسقيه لبن بدل ما نسقيه ميه بدل ما نديله مكعب مرق هنسقيه لبن ونفلفله كده مع بعض وبعدين نحط شويه مكسرات هنحط شويه قشطه شويه سكر شويه زبيب وجنب منها جدوره فيه شويه لبن. عايزه تاكل باللبن سايبين اللبن لا انا بحبه كده زي الفلفل يبقى كده بالمكسرات يبقى جميل انا بعمله كده برضه. يبقى اذا انا احط كده احط حبه لبن يستوي وبعدين اطلعه احط او قبل ما اطلع احط حبه قشطه كمان عليهم لا المرة. ده كله سيبرت بره بقى الحاجات دي كلها بره. لكن اهم حاجه اللبن. اللبن بنسقيه بيه لو هو حلو لكن برضه لو بميه مش مشكله. لا بحلو ده حلو لكن دلوقتي احنا اللي هنعمله كسكسي حادق النهارده حادق. فانت دلوقتي بتسويه. ايوه الزبده اهو. ايوه فندم. وادي له مكعبين مرق اهو. وهتدي له مكعبين مرق واكيد هتحط عليه ميه. ده لازم مظبوط بس كده. انا ايه يعني هيبقى حاجه جميله وحلوه. طيب نونا انا نونا بتقول بدفع لان اغلبهم بيطول بالالفاظ مش كويسه وانا بنوته وبكون لوحدي فبنع مشاكل بدفع من سكان. خد الرقم وخلاص. بس ادي الرقم اهو احنا هننزله لك على الشاشه كل خمس دقايق هننزله لكم على الشاشه. يا نونا يا نونا وانت ليكي حق. سلسبيل بتقول لك ممكن طريقه الديك الرومي. على عيني حاضر. حيدر الكتاوي بيقول انا من العراق وبحبكم قوي وربنا يعينكم على الجشع والطماعين الذي لا يراعون الوطن. والله ليك حق. حسين علي عبد الرحمن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هدفع هي الحكومه بتعبر حد. ده احمد اوكاشا. لا بتعبر يا سيدي بتعبر. لا بتعبر. ايه ايهاب بتقول بعترض وببلغ. بطوط ابو علي
ما تزعلش يا شايف، انت ومفيده مش هنقدر نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، ويا رب اصلح كل البلاد العربيه، اللهم ارحم الشهداء جميعا يا رب. ليه ايه النبره دي؟ انا مش انت مش عاجبني النهارده. ايه دي؟ ايه النبره بتاعتكم بتاعت هندفع امر لله وبتاع، يعني ايه؟ لا الاستسلام مش ما ينفعش في الكلام ده. مالناش نستسلم، الرقم يتاخد، الرقم يتاخد، هنصلح مجتمعنا ازاي؟ انا بناشد وزاره بنزل وزاره الداخليه دلوقتي والمرور، اداره المرور زي ما كانوا بيعملوا في الكوسه زمان ارقام جوه. أيوة. يعملوها تاني، لوحه نحاس بتتحط جوه زي زمان. وبعدين في دلوقتي ارقام انا شفتها برضو محطوطه بس في المحافظات، ما ايه المشكله ان انت تعممها بقى هنا في القاهره؟ حطينا الاستيكر ده على كل لازم حته لازم موجوده لازم. وبعدين انا اللهجه بتاعت هنعمل ايه وحسبي الله ونعم الوكيل، لا ده احنا مصريين، لا مكتوب علينا كده ان احنا لازم فايترز، يعني بنحارب ونشوف وننقذ بلدنا، احنا مش هنفضل قاعدين مستسلمين. وهنعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده، احنا لازم نحاول ان احنا نعمل كده هنا اهو. انت فضلت انا شايفاك السمنة مع المرق كده دابوا مع بعضيه، دابوا كده خلاص. بصي ادي كده بسخن يعني، وبتعمله زي الرز مكيال الرز بس خلاص، بس بغطي. لا بس ما اديش ميه كتير. انت غطيت وشه؟ بس مش كده يعني، الرز باخد ميه اكتر من كده. بس حبه صغيره كده اهو، بس غطيت بالظبط. ايه زي ما انت قلت كده. ايه دي؟ ايوه إيه. ايوه. طيب نخش بقى على الكسكسي. احنا عملنا الكسكسي بس ايه، تركزي معايا شويه عشان ما نضحكش الناس علينا وتبوظ مننا الاكله. لا ده انا معاك. هنعمل ايه دلوقتي يا ست الكل؟ هتبقوا مراقباني في الكسكسي، نقلبه كل شويه. انا طبعا يعني انا مهمتي ان انا اقلب الكسكسي كل شويه. يا ريت يا اختي. طب حبيبي ممكن اعرف انت ممكن تديني بصله اقطعها لك عقبال ما ناخد محمود يكلمك؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي يا صلاه النبي. ايه الهمه دي؟ مش اشتريت لك حاجه تقول لي كده كلمه حلوه؟ لا هريسه كلمه حلوه ابدا. بسبوسه. ايوه كنافه قطاي. ماشي ماشي. محمود، ام محمود، اهلا وسهلا يا ام محمود. ازيك يا حبيبي؟ كل انا كويسه الحمد لله. ازيك؟ عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله يا ام اموره. ربنا يخليك يا رب. بحبك وبعزك جدا. ربنا يخليك. ربنا يديم معاك. ربنا يبارك لك فيك الصحه يا رب. ربنا يخليك. ازاي الحاج شيرين؟ الله يخليك يا ست الكل. عامل ايه؟ في نعمه والله يا امي. كل سنه وانت طيب. وعود الايام يعود عليكم بخير يا رب. ربنا يكبر بخاطرك. قولي لي حاجه، لو انت بتقولينا يا رب بتركبي الميني يا ام محمود؟ نعم. بتركبي المواصلات؟ انا بركب مواصلات بس انا تعبانه. انا في البيت على طول عشان رجلي بس تعبانه. الف سلام عليك يا فندم. الف سلام على حضرتك يا حبيبتي. ربنا يديك الصحه. طب عايزه سؤال للشيف شربيني؟ نعم. عايزه تقولي حاجه للشيف شربيني؟ انا كنت عايزه بس خدمه منكم بس كدهوت، انا نفسي اطلع عمره حبيبتي. طب حاولي جاوبي يا ام محمود على السؤال والنبي يا حبيبتي، ويمكن ربنا يكرمك. يعني انا اسفه، انا ما احنا لا نتدخل، اقسم اللي انا بعمله، وده اعتقد البرنامج الوحيد اللي بيقول الاسئله بالطريقه اللي انا بقولها دي، بس يعني ربنا يكرم الجميع يا رب. مفيش اكتر من كده، اعملي اكتر من كده، ارجو لكم البيت احله لكم. الاء، ازيك يا الاء؟ الو. اهلا يا الاء، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ انا كويسه، انت عامله ايه؟ انا بحبك قوي يا مفيده. وحشتي كميله يا اختي، والنبي انا بموت فيكي. ما كلمتيش شربيني. ايوه حبيبتي معاك يا بابا. قال يا شيخ انا بحبك قوي. اهلا اهلا يا حبيبتي. فرحانه جدا ان انا بكلمك. انا عايزه طريقه المقلوبه، اختي عايزه تكلمك. انا امبارح عامل مقلوبه انت ما شفتهاش؟ الو. مش انا عملت امبارح المقلوبه؟ الو ازيك يا شيخ؟ ازيك يا قمر؟ انا رنا. ما هم ثلاث بنات. كل سنه وانتم طيبين. انا رنا. امور يا حبيبتي. انا بحبك جدا. انا كنت عايزه طريقه البسبوسه. على عيني. يا روحي. حاضر حاضر. ادي صينيه بسبوسه. ايه تاني يا بابا؟ يا شيف ازاي؟ انا مامتهم مدام مروه. ربنا يخليهم لك يا حاجه. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك. انا والدتي كانت زمان سافرت سلطنه عمان، فكانت بتعمل لنا المقلوبه بس من غير باذنجان، وكانت بتطلع الصينيه وتقلبها. ايوه بس كانت بالزهر بالله. انا فاكره هي كانت بتعملها ازاي. بالزهر اللي هو القرابيط. فانا عايزاك تعملها لي بس من غير باذنجان. ممكن اعملها بالبطاطس. طب بالبطاطس والبسله. والبسله على عيني. حاضر. والله انا ما فاكره طريقتها هي كانت بتعملها. لا هعملها لك. حاضر. على عيني يا فندم. ومدام مفيده انا بموت في مفيده بحبها قوي قوي. ربنا يديك الصحه وربنا يخلي لك بناتك الحلوين يا حبيبتي. يلا باي باي. شيرين شريف. اهلا وسهلا استاذ شريف اتفضل. ايوه اولا انا بشجعكم على البرنامج. ربنا يخليك يا رب. الكلام بقى للشيف شربيني. امرني يا عمي. يا اسطى شربيني يا كبير طباخين. الله يخليك. ده غالي.
خلي بالك من مفيدة. شوف هتبتدي تسحب منك الصنعة. اخسى عليك. وراحت تجيب الفليتو وقطعته وعملت. شوف عاوزك بقى طالب منك حاجة بقى ما يتعرفهاش لا مفيدة ولا الجيل ده. معايا شيف شربيني؟ نعم يا فندم. عايزك تخليلي حمام وهعمله لك باللحمه المفرومه والفوز ده قولي عشان ما حدش من ساعه ما الطباخ بتاعنا بقى يعني الله يسلمك هو ده اكل بشوات خلي بالك يعني يا عم انا عايز توريني ازاي تخلي الحمام اربى كده ملوخيه البراني الله عليك اتحمر في السمنه كده مش مفيده للطعام مصر الجديده لا يا عم ما يعرفوش القصه دي كلها دي كده منظرها على الفاضي عشان كده ما تحاول خلي بالك منها حاضر على عيني خلي بالك منها وريني ازاي بتخلي الحمامه على عيني على عيني تعجزوني يعني يا ايوه كده كده 100 100 انت كده عشان كل واحد يعرف وزنه معانا ماشي انا دلوقتي الستات هيتكلموا وهيضافوا خليهم يتكلموا عني وهتشوف بتهدديني هو الحمام بيتخلي بيتعمل زمان كانوا بيعملوا الحمام دوت اللي بيقولوا عليه اكل البشوات دوت ايوه بيتخلي يتحط في برانات لا بيخلوه وبعدين بيحشوه بلحمه مفرومه وفوزدو ايه يا عم ده ايه ده والله لا ده حكايه بصي مره نعملها ده انا اعملها ما عملهاش ليه طب انا عملت لك اصفر انت عايز انت بتحط السجق مع البصل مع ايوه كده عشان تعمل ايه بقى دلوقتي السجق سيبيه بقى كده يتشمع منقلبش فيه دلوقتي بصل وتوم وحطينا السجق ايوه وبنقطع خلي بس يتشمع كده يتشمع يعني ايه يتشمع يعني ايه نشمطه بلاش نشمطه مش هتفهميها ايه نشمطه ونتشمع وايه قولي بقى اكبر عليا ما تقول بس قولي بقى كلمه افهمها بقى ما تقول بقى كلمه افهمها هقول لك عمال يزلني اتشمع ويشمطها تشوحوا ايوه برافو عليك اسمها يتشوحوا حاضر لكن يتشمع ويشمطه دي اجيبها انا منين انا فوكابولري ده حاضر غريب قوي انت جاي فيقالي بقى على الصبح طبعا انا بقى على الواحده بقى لعلمك انا لعلمك انا بستنى مين اللي روح ده عربيتك فست على فكره فست لك كوتش مين اللي روحك ده لعلمك يعني لعلمك انا بستنى ان انا اجي لك هنا كل يوم عشان قررت ان شاء الله اخر رمضان اقعدك في البيت انت تعبت بقى لازم تستريح انا قلت كده برضه عشان بريحه خيانه لا والله ابدا انا وبعدين عايز اقول لك حاجه انا هعمل لك كل مره التليفون اسمع صوتك فيه وتقول لي وتبشرني من خلال التليفون انا عايزك تستريح كده استريح تبقى انا اروح لا مش هتروح انا يا ما لا اقول نبي خلاص انا كنت بضحك معاك ما تزعلش طب خلاص ناخد ساره شفتي ساره هم يقلعونا ساره خلاص عاجبك كده يا ست ساره لا مش عاجبني طبعا الحمد لله ازيك يا مفيده ازيك يا ساره ازاي حضرتك اخبارك يا حبيبتي اهلا كويسين انت ايه الاخبار الحمد لله نعمه يا بنتي والله بس يا جماعه في حاجه انا كنت عايزه اقولها بس استاذ ممكن ما تتعوش عليا قوليها بس يعني اوعدك انها مش هقطع عليكي الا واذا لو كان خارج لا لا ما تخافيش لو كان خارج هقطع عليكي طبعا بصوا احنا طبعا بغض النظر عن الجماعه الارهابيه وكل الكلام اللي بيحصل بس حماس ماشي مهما كانت فيها ايه بس ما ينفعش خالص اللي بيحصل في غزه وحتى ايفن لو حماس هم لو غزه المقتنعين حماس ما ينفعش نقول الكلام ده طب ايه ما نقول احنا ايه؟ احنا دلوقتي البلد أيوة. مش زي ما انتم شايفين مش اللي هي هتتقدم مش اللي هي البلد فيها مصايب كتير جدا اني بلد بالظبط احنا عندنا مصايب انت ليه مش متفائله حضرتك زي ايه نعم؟ انت ليه مش متفائله طيب زي ايه يا ساره عندنا مصايب متفائله انا واقعيه انا اصلا طبيعتي ما احنا كلنا واقعيين حضرتك والله العظيم بس واقعيه يعني النهارده لما اصحى من النوم على خبر ان اعضاء الحزب الوطني يقرروا يشتغلوا الانتخابات تاني حاجه كويسه خالص طب ليه مش كويس عشان احنا نقول ليه مش كويس مش كويس ليه يا ساره ليه يا ساره احنا واخدين الحزب الوطني كان فيه ناس كتيره جدا حراميه انا معاكي حراميه ومن تحت الترابيزه بس كمان زي ما احنا بنقول كده كان في الحزب الوطني ناس محترمه جدا جدا زين مش هقول اسماء عشان ما يفتكروش ان انا منحازه لحد لا مش بس انا ما اقدرش اقول لك اسماء لكن اقدر اقول لك ان هيبقى من الظلم الشديد جدا لاي بلد بتحاول ترسي قوانين وقضاء ونلتزم بكل حاجه صح نبقى احنا نتهم الاشخاص لمجرد انهم كانوا ينتموا للحزب الوطني ماشي بس تضمني ان يبقى ده منتهى الناس الوحشه هي اللي هترشح تاني لا ما هو انت بقى احنا هنا بقى ان مش هنيجي بقى احنا مش الشعب المصري ماسك مصاصات لا ما تزعليش مني طب اوكي احنا برضو الشعب المصري مش الاخوان
الشعب المصري اللي شال الاخوان يا ساره. دايما انا معاك حبيبتي، أنا بس الشعب المصري اللي شال الاخوان، مش شعب مصري ماسك مصاصات ونغه ونبي هننتخب ده. خلاص اتعلمنا الدرس، مفيش حد هيعدي او هنحط اسمه او هنشاور عليه في اي قائمه او فردي غير واحنا متاكدين. اذا احنا نسبه الجهل عندنا كبيره جدا. معلش يا ساره بس عايزه اقول لك حاجه برضه، ليا رد على موضوع نسبه الجهل. نسبه الجهل دي رغم ان احنا قلنا ده الناس كتير قوي جاهلين، لكن عملوا ايه في الانتخابات؟ رجاله وقفوا وشالوا الاخوان وانتخبوا السيسي وطلعوا اي حد كان مستبد مصر وكان فاكر نفسه ان هو هيفضل موجود. اوعي تستهيني بالشعب المصري، جاهل او متعلم خالص. انا جاهل او متعلم. بالنسبه للجهل اللي قلت عليه، عمرك شفت حد في الحزب الوطني راح استغل ناس فقراء وغلابه قدام علبة زيت ولا كيس سكر ولا شويه صابون عشان يستعطفهم ليه؟ ان الناس جاهله وناس غلابه على قدهم؟ امر الحزب الوطني عملوا كده، في عنده مشاكل، في ناس يعني احنا دلوقتي كويسين بس في ناس كويسين، ان كان اخوان او حزب وطني او تيبر، لازم كل واحد فينا عارف هو بيعمل ايه. لو ما مشيش زي الناس التحرير موجود. بالظبط كده، ما عندناش حاجه غريبه. تصدق انت الكلمتين دول هيخلوني اقول لك انا ما اقدرش اشتغل من غيرك يا راجل. لا يا شيخ. والله العظيم قول لي بقى عملت ايه. طلبات تفتيت تن تن تن. بص يا ستي، هنا حطينا البهارات بتاعتنا زي ما انت شايفه كده حضرتك. لا الكسكسي خلاص اهو. ادي شويه قرفه ناعمه، حطينا شويه بابريكا، ادي شويه كزبره ناشفه، ادي سنه كمون، بسله دي بسله كوسه، دي بسله كوسه كوسه. عمري في حياتي ما شفت بسله بتطول كده. يا راجل انت يعني انا عماله بشكر فيك وانت ايه. طب عايز تقطع البسله الكوسه دي؟ يا ست نفس التقطيع اللي انت علمتها لي. حملها كبيره شويه. يعني ايه اطفر؟ لا 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 بس انت كده بدأ كده غلط. ايه قول لي؟ طب قول لي بالعرض يا حبيبتي. بص يا ماما ماشي، بس انا في اللبلبه زي الصاروخ في الشغل ما فيش. شغلتي بصي اهي. طب ما انت ما قلتليش، انت قلتلي زي المره اللي فاتت. غير ما اقولك ليه؟ انت قايل زي المره اللي فاتت. انت مش بتشتغل من غير ما اقولك ليه؟ ليه ليه انت قايل زي المره اللي فاتت؟ انت قايل انت خالص. ايوه انت قايل زي المره. بتشتغل ايه؟ انا اشتغل مساعده شيف. طب ايه هنا؟ ادي الووتر. ووتر ايوه هجيبني ووتر اهي كده. حضرتك هنحط ملح وفلفل بقى. يبقى احنا ممكن تقولي عملت ايه بقى تاني؟ على عيني بقى. هنجيب الاول خالص. من فضلك. عشان حطينا بصل على النار. ايوه مع توم. تمام مع شويه زبده. بصله مع توم مع شويه زبده اصفرت، نزلت عليها بايه؟ بالسجق. بعد ما نزلت بالسجق عندي بقى التوابل كلها اللي تحبها قلبك. حطيت كزبره، بابريكا، كمون، قرفه، بودره الزعفران، ملح وفلفل. تمام تمام ماشي. طب حطيت شويه فلفل الوان. ممكن ادي له كزبره خضراء تاني. ممكن ادي له شويه شطه. طب ما الكوسه اللي بقطعها دي لايه؟ هنخش برده بيها، بس دي ما نقدرش نحطها دلوقتي يا ست الكل. ليه بقى؟ هندخلها مع البطاطس والبطاطا. هو انت لان دول هيستووا بسرعه، ده لازم يستوي الاول. هغطي عليه كده. انا مش فاهمه شكل الطبق هيبقى عامل ازاي، لكن انا هعمل لك كل اللي انت عايزه وتفهمني في الاخر. بص البطاطس والبطاطا احنا بنعمل ده بكذا طريقه. بما انه هو بسجق. يبقى بطريقتنا احنا المصريه. تمام انا ده اللي فهمته. شرقي المغرب بيعملوا بالدال، ليبيا، الاردن، كل واحد ليه طريقه. تمام فاحنا بنعمله بطريقتنا احنا. طيب الدور البطاطس ودور البطاطا والكوسه والخضار هيتحط عليه معاه. هيتحط لسه كله كمان. هنا والكسكسي يبقى كانه دور الرز. هنغرف الكسكسي كده زي الرز. هنحط عليه شويه ناشفين وجر صوص على الوش. وبعد كده بقول اجيب منه تاني بيها صوص جوسي. اوكي هنتفرج بقى. ناخد ابراهيم. هنشتغل خلاص. اشتغل بس كفايه كده. ما تقطعيش تاني. ما تقطعش تاني. قطعي طيب. بقى شويه ايه؟ ادي البطاطسيه دي. اشتغلي ايه النهارده؟ نفس التقطيع. وادي البطاطايه دي بطاطا. ايه الفرق؟ بطاطا دي البطاطا العاديه. طب ثانية واحدة ثانية، أنت عايزني أقطعها لك إزاي زي دي؟ نفس التقطيع، آخد دول بس كده عشان أوصلك. ماشي. ناخد إبراهيم. إبراهيم ما أنا مش عارف. أهلاً يا إبراهيم. أهلاً يا مدام مفيدة، ده أنا بقالي نص ساعة على التليفون يا مدام مفيدة. أنا آسفة يا أستاذ إبراهيم والله، بس كان لازم أعمل حاجات وبعدين أكلم حضرتك. وحضرتك طيب وبصحة وكل أسرتك طيبة يا رب. أيوة أستاذ إبراهيم معانا. وشيبي الشربيني سلمي لي عليه وقولي له إبراهيم عيسى. أهلاً يا عم إبراهيم، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وانت طاير جسر السويسي يا حبيبي. عم ابراهيم بتاع النضارات. وانت بالصحه والسلامه. انا والله يعني مبسوط من برنامج. ايوه امرني. ازيك يا عم ابراهيم؟ انتوا الاثنين دوتوا جميل جدا جدا. الله يكبر بخاطرك يا عمي. ربنا يخليك يا عم. انا كان شكوى بالنسبه للسواقين الكوسه. قول لي. انا ركبت
اركب يا فندم. انت ركبت ايه؟ كان في تاكسي كده، عايز اقول حضرتك انا راكب، انا يعني نزلت من الميكروباص ونزلت عشان اركب تاكسي. ماشي. بفتح العربيه بصيت لقيت الراجل بيقول انت رايح فين؟ قلت له رايح الحته الفلانيه. مش طريق. لا مش هوديك كده اوتوماتيك. مش طريق. راح ضايقني ووقعني في الارض. يا نهار اسود. حط الرقم بتاعه. انا بقالي اسبوع يعني عامل له شغل بكل اتجاه مش عارف اجيبه. طب انت بلغت بالرقم اللي انا قلت لك عليه ده اللي هو 011؟ بلغت دلوقتي ومفيش حد بيرد عليا. ولا 36 كلمتنا؟ الاثنين والله. يا ولا زينة. امال هم منزلينها ليه؟ ولا 36. الله. لا. المهم انا دلوقتي الرقم بعد ما... اذنك. معقولة يكونوا ضاربين لنا الارقام؟ لا ما اعتقدش ان الارقام مضروبة. ما لو هي ما ردتش على والله على الموبايل عندي، على الموبايل عندي الاثنين. المهم انا ربنا يبارك في حضرتك، يا ريت تعملي لي بلاغ من عند حضرتك. هو رقم العربيه التاكسي 5 6 7. طب ثانيه واحده، انا الرقم هنا مكتوب على الشاشه 011 يا شباب، انا بستاذن الاستوديو فوق، احنا 011 مش 3 وحايد. في واحد زياده، احنا الرقم تاني والله. ممكن تجربها ب 011؟ وهو هندي تامر المصور اللي قدامي هيجربها دلوقتي على الهوا، هنشوف 011 4 5 4 4. بس ارجوكي. طب احنا بناء. بص خليك معايا تامر، لو هو رد عليك هتقول لي دلوقتي. ارجوكي بس بلغيني عند حضرتك. هتقول لي الرقم تاني كام؟ رقم العربيه؟ ام محمود؟ طيب ما انا ما لحقتش. ايوه بلاغ ده لازم يتعمل على بتاع تامر، لما يردوا عليك تقول لي نمبر بيزي. طب برضو لما يردوا عليك تقولوا لنا، احنا على الهوا. انت حطيت ايه بقى؟ كل الخضار اللي احنا قطعناه اهو. تمام. بس يغلي ده مستو حلو بقى، ما فيهوش صلصه. ده كله بروتين، كله جميل. وادي طبعا الكسكسي اهو، الكسكسي بعد ما فلفل والبطاطس. انت فلفل ليه بقى كده يا ستي؟ علشان انت عملته ايه حطيته بعيد عن النار. لا عشان كده عوازل كده العوازل. سيدة العوازل. بعد هنغني. ايوه انا بقول لك على بتاع عشان تغني له هو، مش تغني لي انا. كايد اهو. ماشي ناخد عسكر. عسكر ازيك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا استاذه مفيده؟ اهلا وسهلا استاذ عسكر. ازيك يا عمي؟ ازيك يا باشا؟ ازاي صحتك؟ كل سنه وانت طيب يا فندم. الاول بننعي الشعب المصري على اللي حصل ده كليته، وعلى اولادنا الناس اللي يعني ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب. ربنا ينتقم من الظلمه اللي عملوها فيهم. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا بقول للاستاذه مفيده انت كسبتي مسابقه وخسرتي مسابقه. ايه بقى كسبتي ايه؟ كسبتي مسابقه لما قلت النادي الاهلي هيفوز بالدوري. ايوه. وخسرت المسابقه لما قلت نهائي هولندا و ايوه انا قايله المانيا امبارح. انا ساعتها قلت لك الارجنتين والمانيا. ايوه. وبعدين جيت امبارح قلت يبقى لو انت طالما على قبل كده. طب يا عم انت اللي كسبت. ماشي يا عم عسكر. كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه. كل سنه وانت طيب، وكل اهل الشرقيه اهلي بخير وبسعاده يا رب. شفت امبارح لما قلت لك المانيا هتكسب؟ طب انت بس المانيا لعبت، بس ايه ده طلعوا عين بعض. ده الجون الجون جه في الهاف تايم الرابع، يعني في الرابع من كده طار. هو الكرة كده تسرق. بس كان حلو قوي. بص بقى هنعمل ايه؟ ممكن تقولي هنعمل ايه وبعدين نطلع فاصل ونرجع نعمله؟ نعمل الفيليه بقى اللي انت جبتيه الحلو. الحلو نعمل الفيليه بصوص الفلفل. البيبر صوص. البيبر صوص. على عيني. نطلع الفاصل ونرجع بعد كده نعمل الفيليه بالبيبر صوص على طريقة الشيف شربيني. مره تانية مع حضراتكم، واحنا بنعمل كسكسي بالسجق، ودلوقتي هنعمل الفيليه بالصوص بتاع الفلفل. الفيليه مع البيبر صوص او مع صوص الفلفل، هنشوف مقاديره دلوقتي قدام حضرتك. عندي لحم فيليه اللي انت جبتها من السوق وفعلا عجبتني اول النهارده. الحمد لله. عندي توم، مفيش حاجه اسمها شطه فيه، معلش جاي غلطه كده مطبعيه. عندي ملح وفلفل، فلفل مجروش. عندي زبده ودمجلاس. عندي بهارات. وجمال قلت لك شويه خضار ولا انت طنشت ولا ايه بالظبط عشان نمشي معاها؟
عايز شويه خضار سوتيه. اه مش قلت لك عايز خضار سوتيه؟ في بطاطس، جاب بطاطس. اه سوري انا اسف يا جماعه، جاب بطاطس، جاب بطاطس فيها معاه بطاطس بوري. طيب مع البومبوري. الدامي جلاس ده اللي مكتوب هنا ده، ده من عند بتاع العطار. العطار. وهو اللي بيدي اللون البني للاكله، لان انا ما كنتش اعرف. بالظبط حضرتك الجريفي صوص اللي بيقولوا عليه. الجريفي صوص اللي ماشي. احنا اللي احنا ممكن لو حبينا نعمله في البيت نعمله، نحرق له عظم ونحرق له طماطم مع العظم مع الجزر مع الكرفس مع دقيق مع ورق لور، ونحطه في الفرن 8 ساعات وبعد كده نحطه. انا عايز اخش الفرن لما بقول له بني، ما نحط له حل على النار 24 ساعه حدوته بلاش لازم. انا اروح العطار في حاجه اجيب دمي جلاس. في حاجه مفيده سريعه كده. ايه بقى؟ ممكن اعمله بطريقه سريعه جدا. ازاي؟ هجيب احمر حبه بصل زي البصل اللي احنا بنعمله للكشري، بعد كده اروح حط معاه مكعب مرق ونازل عليه بشويه شوربه، فياخد البصلايه واخده دي عشان تتحمر. اه بعد كده اضربهم في الخلاط هيبقى لون البني. ممكن اعمله بالصويا صوص بس مش حلو، لكن البصل ده مع شويه الزبده هيطلع حلو ويبقى كاني عملت ديمي جلاس. بالزبط. وممكن اروح للعطار يعني عندك كل انا حاجة. ما كنتش اعرف، انت لما كنت كاتبها في الورقه ليا عشان اروح اجيبها انا بجد ما كنتش عارف ايه هو الديمي جلاس لغايه ما عرفت بقى. معلش ما لازم اتعلم، ما احنا كلنا متعلم. ماشي بصوا بقى يا جماعه، حته في اللي جابتها عامله زي الزبده. بصي القطعة عاملة ازاي. انا بصراحة ربنا فرحان بيكي، قلت الراجل يقطعها. انا شخصيا فرحان بيكي، بس اوعي تنزلي السوق تاني. ليه؟ ماشي ادي شوية ملح وفلفل. لعلمك انا نزلت بعد ما خلصت الحلقة امبارح عشان طلباتك. على فكرة انا بقيت بنزل حتى السوق وانا صايمة كمان ومش مقدر خالص. انت معلش وقفت على طابور العيش؟ وما وقفتش، لا كنت هجيب والله. جبت فلفل آه، جبت فول وطعمية عشان السحور؟ لا ما جبتش فول. انت مش هتعمل اكل سحور، انت كنت طالب فطار وانا جبت لك حاجات دي وانا صايمه. رد عليا كله بكلمه كده اوحيني. ايوه وعشان كده راي ربنا. رحمه الله امير بتقول يا ريت تقري الكومنت بتاعي يا مفيده. انا النهارده كنت راكبه تاكسي بساله كام علشان الاسعار اتغيرت، قال لي اللي تجيبيه بس. والله احنا مش لينا ذنب ولا فرحانين بزياده الاسعار. بيقول لي اول ما عرفت ان البنزين غلي زعلت على الزبون، نفسي اوصل للزبون بايدي بايه بيديني اللي شو اللي استحقه يعني، واكتر من اللي انا استاهله يعني. ميرسي يا رحمه ان انت قلتي حاجه ايجابيه على سواق تاكسي محترم، هو ده اللي احنا مستنيينه. هو انا بقولش يا جماعه ان كل سواق التاكسي وحشين. انت حطيت ايه بقى دلوقتي؟ حطيت حبه زبده، حطيت ملح وفلفل، تعفيره دقيق بسيط عشان تعمل له شخصيه. شخصيه ايوه. الفيليه بيتحط كده. بص زي ما انت شايفه كده ما بياخدش وقت كتير قوي، يا دوبك بس ياخد اللون ده وبعدين اطلعه ونشوف نكمل مع بعض. انا امبارح ركبت تاكسي. بس حلو الموضوع ده. امبارح ركبت تاكسي والله راجل محترم جدا، شاورت له راح واقف. اول ما ركبت راح منزل العداد، ولا قال لي رايح فين، ولا قال لي تاخد كام، ولا فتح بقه. والله اقسم بالله العظيم لا صادق، اديت له اللي فيه نصيب يعني. انا كان البندقيه تقطع مثلا كده يعني، والله ما استنيت اخد باقي ولا حاجه لان هو محترم. بس هو ده صح، ما هي كل واحد ياخد الجزاء. الراجل ده محترم ياخد اللي ربنا يسموه. لكن وعلى فكره على فكره اللي بيتكلم ده هو اللي بيقطع رزقه. بالظبط، لان احنا حاسين بالدنيا ماشيه ازاي. طبعا انا عاجبني جدا كل اصدقائنا اللغه اتغيرت على الفيسبوك. لا رايحين والستات ابتدوا يخشوا على الفيسبوك يقول لك احنا ستات مصر، اللي هيقف قدامنا هنشيله قطوره. بسم الله ما شاء الله عليك يا ستات مصر كده. بص دول خدتهم على جنب كده. حبه البيبر صوص دول اللي انا انت كنت بتحمرهم. دول حمصتهم. حمصتهم. هنعمل فيهم ايه بقى دلوقتي يا ست الكل؟ ايه بقى هتطحنهم؟ هقول لسعادتك. عندي شويه ملح اهو. ماشي. عندي فوطه. تمام كده. وادي المردنه. طب انا عايز اسال سؤال. اتفضلي. ليه ما اطحنهمش في الكبه؟ لا انا بكسرهم الكبه، هتجيب لك الكفر الاسود اللي عليه ده. وهيبقى شكله وحش جدا جدا جدا، هيبقى زي التراب. لكن انت عايز الابيض. انا عايز اللون الابيض ده. هي مش هتجيب لي اللون الابيض ده، يا تطحنه كله يا تجيب لك الكفر الاسود ده. كمان يا شايف ريحته ظهرت قوي. طيب عقبال ما انت تدهن، وليد محمود بيقول لي اهو عم ابراهيم قال لك اتصلت ومحدش بيرد، شويه شويه هتلاقي واحد بيرد عليك ويقول لك حاضر ويرجع ينام تاني. احنا لغايه دلوقتي الارقام مشغوله. في ايه؟ انتوا مدينا ارقام اي كلام بتسجدونا ولا ايه؟ اللواء حسن البرديسي، احنا محتاجين رد من الاداره علشان نعرف الارقام بتاعتكم دي تثبيت ولا فعلا للشعب المصري يتصل بيها. ولو هو بيتصل بيها معقوله رقم يبقى مشغول بالطريقه دي؟ مستحيل يعني. فاحنا لسه مستنيين ان حد يرد. محمد، انا استاذ محمد اتفضل. محمد
اهلا وسهلا مدام مفيده. ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك مدام مفيده؟ منورين والله. الله يخلي حضرتك. وسام انت طيب. الله يخليك يا مدام مفيده. كلكم طيبين. وانت طيب. اتفضل. ممكن اكلم لو سمحت الشيف الشربيني؟ معاك يا فندم. ازيك شيف شربيني؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. الله يخليك يا عم شربيني. والله العظيم يعني بالنسبه لي عيد والله ان انا بكلمك. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. انا متابع حضرتك يا شيف شربيني من مطبخ فيتي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. الله يخليك شربيني. وراك في الحياه وراك في الاسره والطفل. يا رب دايما معانا على طول العمر كله. الله يخليك يا عم شربيني. امرني. أو ما يأمرش عليك ظالم. انا بتكلم عليك شيف شربيني والله. ربنا يكبر بخاطرك وخليك ليا يا حبيبي. ويخليك لينا يا مالك يا رب. تأمرني يا عمي. يا شيف شربيني انا كان ليا عند حضرتك طلب. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك. ممكن اطلب منك خدمه؟ أمرني يا فندم. ربنا يخليك يا رب. انا كنت محتاج موتوسيكل بثلاث عجلات يا شيف شربيني. بتاع ايه يا فندم؟ ممكن تسيب رقم تليفونك بس عجلات. طب سيب رقمك بس حضرتك على الكنترول. ضروري يا محمد. سيب رقمك. واحنا هنظبط. على عيني حاضر. كم؟ مين؟ مريم. مريم ده قدم جلاس بقى. ده قدم جلاس. انت زودت شويه ميه. حبيت ميه ورحت حطيته عليه. أيوة. طيب مريم. الله. أيوة. ريحه الاكل حلو قوي يا مريم. الو. ايوه يا مريم. يا حبيبتي. يا ريحه الاكل حلو قوي يا مريم. انت اللي جميله. انت اللي حلوه. انا بحبك. ربنا يخليك. بحبك بجد. عارفه انت صريحه قوي. صريحه. ربنا يخليك يا رب. وجميله ووشك كله نور ما شاء الله عليك. الحمد لله يا رب. ربنا يكرمك. الشيف شربيني ده بقى ده حكايه يعني جميل. لا ملوش حل. كل سنه وحضرتك. ربنا يخليك يا فندم. اتفضلي. شاطر شاطر بقى انتوا فيها. معلش انا اسفه ان انا عايزه اطول عليكي بس ان ملك ورجاء عايزين يكلمني. ملوك. ملك؟ الو. الو. انا بحبك قوي. ربنا يخليك يا ملوك. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. مرسي. طيب انا بحبك قوي قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. بشكرك. حبيبه قلبي. بحبكم كمان حبيبه قلبي. صباح الفل يا حسن. انت حطيت ايه؟ كريمه لباني. كريمه لباني دلوقتي. يا ربي يكرمك. كل سنه وانت طيبه. ان انا اول مره اتكلم في برنامج. اول مره. اهلا بيك يا فندم. اهلا بسعادتك. شيف شربيني. نعم فندم. مره ثانيه عشان خاطر الحبايب. اتفضلي فندم. انت دلوقتي احنا حطينا اللحمه اهو جبناها فردناها ورحنا حطينا ملح. أيوة. وفلفل ورشينا عليها دقيق عشان تعملها كنا مشوحين. ايوه زبده رحنا حطيناها في الزبده. ايوه مظبوط. شوحت كده واتظبطت. ايوه اخدنا الفلفل ورحت انت عامله عشان انت مش عايز تعمله في الكبه. لا ايوه فهمت. انت عايز يبقى ليه شخصيه وريحه ان شاء الله. رحنا عاملينه بالنشافه. ايوه فهمت. ورحنا حاطينها على الفيليه. ايوه مظبوط. شوحناه شويه. كنت انت خدت حبه الديمي جلاس. أيوة. وحطينا عليه حبه ميه. أيوة. ورحنا دلقينه هنا شويه كده كمان ورحنا حاطين كريمه بالظبط كده عشان بس انا دي حاجه مهمه قوي. طيب. بالنسبه لي دلوقتي برضه هنراجع ده للساده المشاهدين احنا عملنا ايه هنا. يلا عشان الفيليه ده انقاذ للي كده عشان ده غاب عنهم بقاله فتره. هنا حضرتك ده السجق البلدي اللي احنا عملناه بالبيشتب الخضار علشان هنعمله مع الكسكسي. والكسكسي مصري. الكسكسي يعني مصري. ده كسكسي مصري. ادي الكسكسي فلفلناه حطيناه على النار مع حبه زبده. وحطينا مع مكعبين مرق وحمصت سخنت الكسكسي ودلقت عليه ميه. عايز تحط لبن حط لبن. نرجع بقى هنا حطيت بصل مع ثوم. تمام. مع ماده دهنيه. ايوه اللي هو الزبده. قلبته مع بعضيهم. نزلت عليهم بالايه؟ بالسجق. السجق شوحناه شويه. شوح مع بعضه عشان ياخد صدمه. بعد كده نزلت عليه بالفيجيتابل اللي عندي بالخضار. والخضار عباره عن بطاطس. ايوه. وجزر. ايوه. وكوسه. بالظبط كده. مظبوط كده. بعد كده اديته الكركم. كزبره. بقى كركم وكزبره. بابريكا. وبابريكا. بودر الزعفران. بودر الزعفران. ملح وفلفل. ملح وفلفل. كمون. وكمون. عايزه تحط حبه شطه حط حبه ومرق شطه. الدجاج. ومرق. صح كده. تعالي بقى نشوف هنعمل هنا البطاطا البومبري. ايه البومبري ده؟ البطاطس البوريه اللي هنعملها جرنش. انت دلقت ايه اصلا دلوقتي؟ نعم يا فندم. انت حطيت ايه على البطاطس دي؟ لبن. لبن بس. وادي زبده. واسمها بومبري. بومبري. بومبري بطاطس. بومبري. اوكي معلش انا اصلا انا بومبري. نعم يا اختي. بومبري. بوري. بيري. يعني لازم بوري اعجبطي. هذه هي فايده اللغات. ماشي. هو خلاص كده اهي. ايوه عايز اعوج بقي عشان انا اقول لك بومبري. انت الناس كلها بتحبك من غير عوجة بق. انت ليك اصلا. انا فلاح يا اخوانا. انت بسم الله ما شاء الله ربنا يديك. انت ليه عشان انا فلاح؟ قوه صوت جهوري كده. عارف ان انت لوحدها؟ لا ابدا. انا قلت برضه مدام. انا اقدر اقول الكلام. بص يا ست الكل. اه يا حبيبي اهو لحمتك اللي انت جايباها بتتسوي على الصهد بس. حلوة. ما فيهاش ماسلز ما فيهاش عروق زي ما بيقولوا.
جميله. قال لي قال ما انا اللي سالته قال لي دي فليتو. فليتو الله ينور عليك. اطلع بيها بره بقى. خلاص خلاص كده اطلع بيها بره. خلاص بره. ماشي البومبوريه. البومبوريه ايوه ماشي. وانا عقبال ما انت تخلص رونيتا. رونيتا بتقول انا عن نفسي هعمل كله هتخانق وهبلغ عنه ومش هدفع وكمان هحرض الباقيين علشان ما يدفعوش. ستات مصر رجاله. هو ده اللي انا متوقعه منكم يا ستات مصر. هو ده اللي انا متوقعه منكم يا ستات مصر. واسمح لي على شاف شربيني اقول لفايزه. ازيك يا فايزه؟ الله يسلمك يا مدام مسيرة. انت فايزه عبد الفتاح محمد النجار؟ ايوه. انت اسمك فايزه؟ ايوه. وساكنه في النزهه الجديده؟ ايوه. وعندك عشان كده انت اللي فايزه. الحمد لله. وجاوبتي على السؤال بتاع امبارح كان ايه بقى؟ كان السيده عائشه. طب وانا بقول لك الف مبروك يا حاجه فايزه وانت كسبتي معانا عمره. الف مبروك يا حبيبتي. وافتكرينا الله يخليك. الف شكر. الف شكر. الله يخليك يا حبيبتي. وافتكرينا في دعواتك والنبي يا حاجه فايزه. سلميلي على على الشيخ شربين. وانت حبيبتي قوي. انت حبيبتي قوي. الله ربنا يخليكي. وانت كمان حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه والف مبروك. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. الف مبروك وعقبال العوده ان شاء الله. انت حطيت كل اللي عملته ان انت الاول سلقتها كويس. لازم تتسلق خالص. حلوه. وسبتها وسبتها شويه. وبعدين رحت حطيت حبه لبن. ايوه. وبعدين رحت حاطه عليها زبده. ايوه. ورحت ايه مفعصه. هرسها. هرسها ايوه كده اهي. وانا ممكن اهرسها اكتر من كده كمان لو انا عايزه. ممكن ممكن كل حاجه في ايدي. تسلم ايديك يا شيف. والله التعليم برضو موضوع مش موضوع بتاع موضوع برضو خبره. التعليم جالي. لا لا تعليم. التعليم فارق برضو. فارق معاك يعني. صلاه النبي عليك. كام سنه انت بقالك؟ هاجي انا عيله صغيره. طيب لا انت يا ست الكل هاجي اخد. انت في حاجات برضو تعقد. طيب بص بقى يا ست بقى هنعمل ايه؟ اجيب لك ايه؟ ادي الله. والله عذاب. حياتي عذاب. انا هاخد اجازه بعد البرنامج ده عشان اعدي من نفسيه محبطه كده. لا شاف شربيني الصوص اللي عمله هو الصوص ده. ركزوا معايا. الصوص ده احنا جايبين حاجه اسمها ديمي جلاس. ديمي جلاس هي اللي بتعمل الصوص البني ده. الصوص ده ولا حطينا دقيق ولا حطينا اي حاجه. الدقيق كان مرشوش على اللحمه قبل واحنا بنحمرها فقط لا غير. حبه دقيق كده كنا حاطينها. لكن التقل بتاع الصوص ده يا شيف جاي من ان انت حطيت الديمي جلاس وحطيت عليه حبه كريمه في الاخر. اه بالظبط كده. صح كده؟ اه. تسلم ايديك. لان انا هنا مش محتاجه يا شيف ان انا اخلي الصوص ده تقيل بان انا احط له دقيق زي ما احنا كلنا كنا فاكرين. لا لا هو الصوص لوحده ليه شخصيه. اه وكده طعمه اكيد هيبقى مختلف. اتفضلي يا فندم. تسلم ايديك. يلا. تسلم ايديك. افتكروا بقى ان الطريقه بتاعه الفيليه دي يا شباب يا ستات اتفرجوا علينا رجاله كمان معجبين بالطبيخ ان ده ديمي جلاس. وده حاجه يمكن سهلت علينا كتير لكل امهات زينا اللي ما بيعرفوش يطبخوا. فراخ لحمه مشويه وبطاطس وديمي جلاس يبقى موجود حاجه اساسيه عندنا في الثلاجه من ضمن كسكسي بقى. قول لي تعالى 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 ترى وحش. انت لو ربنا احنا لو سبناك انت يعني بتعمل عمايل غير طبيعيه غير طبيعيه. انا بكلم يعني ايه يا عم. اه طبعا شيف. انت مش هتدي مش تعمل لي واحده؟ اعمل لك جبزه دان. ايه لا مش على عيني. حاضر. ده الكسكسي بتاعي بجد معموله كل دي عشان خاطر تحط فيها دي؟ لا احط فيها سكينه. ده فيها سكينه. انا دلوقتي هستغل الكبشه عشان اضرب بيها. لا بدل ما اروح اجيب كبشه واروح مشوار واخد تاكسي رايح جاي. والتاكسي طبعا يعذبني كالعاده. طبعا هو هياخد منك غلو كده. هنا ده كسكسي. ايوه خليه زي ما هو كده ومعالي. ماشي اهو. اوكي هنعمل ايه بعد كده؟ ايه بقى؟ هقول لك نعمل ايه. نجيب شويه من دول كده خشنين. اوه اوه يا رب يا رب. انا لازم اخد اجازه عشان اتعالج نفسيا بعد البرنامج ده كده. علشان الواحد احساس غير طبيعي لما تطبخ وانت جعان. والله افتري. ايه بقى اهو شفت بقى الكبشه كان لازمتها ازاي معايا. اوه يبقى ادي الكسكسي اخده هناك. اخده هناك. يلا شيل يا بابا.
ماشي كسكسي وحطينا ايه حبه ناشفين. ماشي نعم يا فندم. لا ده انا بكلم نفسي. طب كويس الحمد لله. احنا لسه عندنا الشوربه في نص البرنامج. كلمت نفسك امال لما اخلص على رمضان هتعمل والله ايه؟ انا ما اعرف. انا بقول لك لازم اتعالج والله لازم اتعالج لان الاحساس بان انت تبقى جعان والاكل حلو قوي كده. ايوه يا نوال تعالي قولي حد يكلمني في اي حاجه يلهيني. ايوه يا نوال كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا فندم. وانت طيبه ميرسي. كيف شربيني كل حاجه حلوه. الله يخليك. ليا طلب دلوقتي. احنا عملنا القمر الدين المصري. طب احنا اخواننا السوريين موجودين في مصر. ايوه. ليه ما نخليهمش يعلمونا ازاي نعمله صح؟ كان نازل المصري السنه دي كان وحش قوي. وهاتوه مسلوق وشوفوا ازاي معمول وحش. انت قصدك لفه القمر الدين المصري زي لفه القمر الدين السوري. دي حقيقه. بس هقول لك حاجه. هي مش موضوع هم بيعملوا ولا مش ولا احنا. هي مزارعهم. المشمش الاصلي اللي عندهم مزروع مسكر. اراضي الارض بتاعتهم بقى لها سنين التربة. بتزرع التربه بتاعتهم بتزرع مشمش. فهو ده الفرق ما بيننا وما بين بتاعنا وبتاعهم. مش طريقه. انت فهمتي قصدي ايه؟ الزراعه. هم الناس والله بيشتغلوا هنا بيعملوا كل حاجه حقيقي وبيعملوا منتجات كتير قوي سوريه. بس على يعني على متناول الايد يعني. لكن هم لا هي بتقول لك ان يكون في مكان مش مجهز او التربه بتاعتنا مش زي التربه بتاعتهم. طبعا عندنا مشكله في الفواكه. ما انت عارف الفواكه عامله ازاي. بالظبط. انت عندك سؤال تاني يا مدام نوال تحبي تسالي فيه؟ لا يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا فندم. ناقص لك الشوربه. هنعمل بقى مشروم. ايه رايك لو عملنا مشروم سوب؟ يلا انا بحب المشروم جدا. نشوف مقاديرنا ونشوف هنعمل ايه مع حضرتك. ماشي انا معاك. عندي مشروم وبصل ودقيق وزبده ومكعب مرق وكريمه لباني وملح وفلفل. عندي دقيق زبده مكعب مرق بصل مشروم ملح وفلفل. طيب ده حلو قوي. ده كله ده سهل جدا. ادي البصلايه اهي. انت دلوقتي بتسيب المشروم اقطعه لك زي ما انت عايز. مش ولاد طب ممكن توريني واحده وتقطعها ازاي؟ حاضر. عشان انا المشروم ده ايه في ما هي وانا بعمل هنا سحر خلاص. او هستنى. امسك عليا. امسك عليا. ماشي ماشي. امسك عليك. ماشي ماشي. انت بتعقدني اهو. بس انا مشكلتي ان انا لو رزعت جامد ممكن انا اللي اترزع. الله يخليك. ممكن انا اللي اترزع. اي تقطيعه شويه ما يهمكيش. ازاي بس؟ اي تقطيعه شويه ما يهمكيش. ده البصل بتاعي اهو. ادي الزبده. ايه يا عم اللي بعمله ده؟ ادي المرق. أوه. انت ما بترميش الراس دي؟ ادي دي. نعم يا فندم. ما بترميش الراس بتاعت المشروم دي؟ لا 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 لا. في ناس كتير بيقولوا لنا نرميها. لا ليه 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 نرميها ليه؟ بيقول لك مش حلو. ليه مين قال لك ان مش حلو؟ هم انا بقول لك لا يا ست الكل. لا هي لو فيها حاجه سمراء نقصها. لو فيها حاجه سمراء لكن طالما نضيفه خلاص على البركه. نرميها ليه؟ هو بتري يعني؟ ماشي. خد المشروم. شفت بقى حضرتك انت عملت ايه بقى؟ حطيت زبده مع بصلايه مع مكعب مرق مع الدقيق. ادي المشروم بتاع حضرتك اهو. يعني الدقيق والزبده زي بعض؟ قد بعض. معلقه ومعلقه. مع البصلايه. مع البصلايه. وبراحتك خالص في المشروم اهوت. انت هتقعدي جنبه 3 ايام على ما تخلصه. لا طبعا انت هتقعد تتريق عليا. بس لا 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 ما اقدرش. ده ما اقدرش والله. ايوه انت بتعمل كده اي حاجه بس. اهي اهي. طب انت حلو. انا بس كنت عايز اعرف الماسكه. ماسكه. والله اتفضلي يا ستي. بكره الزمن. بكره الزمن. هنعمل بقى النهارده عصير ايه وشوربه ايه بقى جديده؟ كده احنا خلاص عرفنا المشروم. نقول تاني عملنا ايه؟ يلا قبل ما نطلع فاصل. ماشي. حطينا بصلايه على النار. ايوه. مع معلقه دي معلقه زبده. تمام. مكعبين مرق. قشطه. وحطينا عليهم ايه؟ المشروم. قشطه. بعد كده نحط عليهم ايه؟ شوربه او ميه. بعد كده اديله كريمه لباني ولا احنا مع بعض؟ طب انت هتحط ايه دلوقتي؟ شوربه ولا ميه؟ انا خلاص طالما حطيت مكعبين مرق بحط ميه. يبقى نحط ميه. ادي الميه. نحط ميه واثناء ما هتغلي الشوربه لان اعتقد ان ليها بس هي كده ولا هتضربها بس في الخلاط؟ لازم نضربها في الخلاط. هتضربها في الخلاط صح؟ انا قلت كده برضه. طيب يبقى احنا حطينا الميه. نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل بقى ما فضلش غير العصير ونطلع الشوربه لحضراتكم.
هنرجع مرة تانية مع حضراتكم، والسؤال بتاع النهاردة والجايزة بتاعته عمرة، من هي أول طبيبة في الإسلام؟ رفيدة الإسلامية، رفيدة الإسلامية، الشفاء بنت عبد الله، ولا زينب بنت جحش؟ خاص عيد لكل أصدقائنا بيتفرجوا علينا. هنا حضرتك كده خلاص غلي استوى، نضرب بقى كده وعيش بس عشان ايه؟ ماشي. إذا احنا كل اللي احنا عملناه بصل على النار مع زبدة، أيوة، مع مكعب مرق، ماشي، مع شوية دقيق، ماشي، مع المشروم، أيوة، وشوية شوربة أو مية، وشوية شوربة أو مية، بس هتحط دلوقتي كريمة عشان تديها لون. ده حبة الكريمة هم، وما بفرش على السادة المشاهدين إن هم حطوا كريمة بس طعمها بيبقى لذيذ. طبعا طبعا طبعا، يعني أنت بتقول لنا الحاجة اللي طعمها تبقى لذيذة. بالظبط كده، أدي الكريمة. دي كريمة خضار مش طبيخ، مش كريمة حلويات. بصي هما الاثنين واحد، يقول لك دي كريمه للحلو وكريمه مش عارف ليه ولا ايه، لا هو كل واحد. يا سلام. صدقيني ده انا امبارح قعدت الف على كريمه الخضار دي وقال لي مفيش غير كريمه فاكهه سبتها مش هجيبها لك. ازاي حكوا علينا؟ انت كنت قلت لي المعلومه دي، كنت قلت لك. بصي بتلاقي واحده حمراء وواحده خضراء، هما الاثنين واحد. ماشي كويس كده قلت لي. بعد كده بس هو لو حب يخفقها عشان تعمل فوم معاه بيفضل الحمراء افضل. حمراء، لكن احنا هنطبخ بيها دي، الاثنين بتطبخ بيهم والاثنين بتطبخ بيه عادي. اهو ما انا جاي لك اهو يا ستي. انت زعلان من ايه؟ انا مش زعلان ولا حاجه، انت زعلان ليه بس؟ عايز ايه مني على الصبح ولا على المسا؟ هقول لك ادلقها كده بس عارفه ان الايد سخنه من غب من غب سخنه. غبها انا بقى دي اكتر شوربه انا مش لا هي حلوه انا بحبها جدا. انا مش عارفه احب ايه ولا احب ايه ولا انت بتحبي كل حاجه، انت في حاجه بتكرهيها؟ عشان كده انت عامله دايت على طول. اكتشفت معاك ان الموضوع كمان هيبقى صعب جدا. ماشي جدا بصراحه. وادي الشوربه اهو، احط فين المكان اتملى؟ نعم يا فندم. ولا حاجه، اكلم نفسي. عايزه حاجه؟ لا سلام. انت بتكلمي نفسك كتير قوي ليه؟ ايه وادي الشوربه، بتكلمي نفسك كتير قوي ليه من دول؟ ايوه عشان الاكل. اكل شكله بسم الله ما شاء الله. هو انت يا بنتي بالهنا والشفا للي هياكله وما يجلوش اي حاجه مني. هنعمل ايه؟ انت جبتش خلاط ليه؟ كان عندك شال اطفال اهو. ده انت فعلا ساده ولال. ايوه ما تزعلش، يلا اعمل الخير والمي في البحر. بقول له مش خطط، بقول له اهو معلش اعمل الخير والمي، هات احطه لك في الكرة ملف السعد. خلاص يا عم. خلاص ايه بس انت كمان؟ خلاص يا عم اهدى اهدى. انا ما اتخلتش عليك النهارده. لا ما اتخلتش عليا خالص عشان نفسي مسدوده. وما تقدرش حطها لك انا حالا دلوقتي في الكوبس عشان اظبطه بس لعلمك يعني. ده ايه ده؟ افوكادو. هنعمل ايه؟ افوكادو؟ طب يبقى تقيل قوي. لا ما احنا هديله لبن، نديله عسل نحل، نديله زبادي وشويه سكر وشويه تلج. ده مين هيشربه فيه يعني؟ ده لمين بالظبط؟ ده عصير، بدل ما احنا بنجدد في عصير عندنا كل يوم يعني نعمل حاجه حلوه وحرشه وجميله وما اتعملتش قبل كده. يعني مثلا انا النهارده عامل كاسباتشي سوب. كاسباتشي؟ ده على الطريقه الاسبانيه. ايه كاسباتشي؟ فلفل رومي مع طماطم مع فين خيار. عاملها في السي بي سي سفره. مع طماطم مع عيش توست مع فلفل مع هوت صوص. جميل، كان جميل جدا. حلو قوي. فاحنا بنغير بس كده عشان نعجب حضراتكم. انت على طول عجبنا يا شيف، انت بتعرف. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. طب بكره عايز مني وانت بتعمل كده بهدوء العصير بتاع التورلي. أيوة. بتاع الافوكادو، انت عايز مني تورلي بالريش وخرشوف، وهتعمل لنا شوربه طماطم. يعني اليوم كله خضار. الخرشوف ده انا هجيبه لك فروزن. انت ليك اعتراض في حاجه يا انسه؟ ايوه ليه اعتراض؟ ان انا مش لاقيه خرشوف في السوق. مش مفيش غير ومفيش غير فروزن. وانا قلت لك هاتي فريش يا بنتي. عشان بس ما تسمعنيش. واحنا في الربيع دلوقتي يا ستي. لا يا فندم، احلى كلام. لا يا فندم، يعني هجيبه فروزن. هاتيه فروزن يا فندم. ماشي. انت رحت دورت عليه؟ قالك ايوه. ما انا باخد ده اللي في الشتاء ده في الربيع. لا انا رحت دورت عليه قالوا لي مفيش غير فروزن، فانا ما كنتش اعرف ان هو ليه مواعيد. فيري تايرد على فكره. البرنامج ده هات لي ابنك النكس يا ابني. البرنامج ده استنزفني. مش قادر. شوف ازاي فيري تايرد. صدقني انا زعلان قوي. انا عارف. متأثر جدا. متأثر. لا ما تأثرش، ارفع نفسك فوق. احط ده هنا؟ ماشي يا عم المتأثر. هنا انت بتعرف تنكد اهو. ماشي. هل دورت عليه في السوق ما لقيته؟ ايوه لقيته في اسم الله يا اخي. والله لقيته فروزن فقط لا غير. يا ده انا فروزن. اسال الراجل يقول لي معلش. ربنا يقبل بخاطري يا رب. ادي حبه سكر. هيش. ممكن ادي عسل نحل، ممكن ما اديش سكر. يعني ليكي حل اللي تقلي لبن؟ اوكي.
اوكي. هو العصير ده عصير افوكادو لكل اصدقائنا اللي بيسالونا. حلو حلو. مفيش غير الافوكادو، هو احنا عاملين النهارده افوكادو. اه لا جميل جميل جميل. ممكن في نفس الوقت يعني ممكن اعملها فراوله. احنا عملنا فراوله وعملنا مانجا وعملنا خوخ، عملنا حاجات كتير. لازم نغير. اه لازم نغير، لازم الست الكل نغير. ثانية واحدة، هي البلادي مش شغالة؟ أنا حطيته في الفيشة أهو، مش عايز يشتغل. نعم؟ أهو والله. مفيش عندهم بايظ. طب ثواني بس. بسم الله الرحمن الرحيم. أغير لك الفيشة؟ لا. بسم الله نعمل دي كده. هات حطه في الفيشة التانية اللي هناك. انت اللي ما كنتش مركبه صح؟ وانا ولا انت؟ انا مش هتلكتك. مين اللي جاي؟ هتبلع على بعض. مين اللي قاعد يشتم للراجل وقال له صايمه؟ انت صايمه مش انت؟ يا سلام، انا اللي صايمه. ايوه انت صايمه، هتلككي وتسلميني ليه؟ انا اللي اتلكك وانت هتلكك. انا اللي قاعد تسرح عليها، انت مش عارف ايه؟ وهي اللي مش عارفه تركبه. مين اللي بتاعي؟ طلقك مش عارفه تركبه. ماشي ماشي. يا ايه يا انا ربنا يا رب، انا اروح اجيب لنا حد. اه طبعا. انا احط لك العسل. بس طيب بص بايدك يا ست، فين الخلاط يا جمال؟ بس شكرا. ايوه الله، لونه بقى اخضر. لا ده جميل. ويبقى تقيل كده؟ اه لو انا احب اخففه حطوش شوت لافنتان. وبعدين اصلا كده في ثلج هنا، خلي بالك. اه زي المدرسه بتاعتك العاديه. بصي ادي اللبن اهو، يبقى لونه جلاسس كده جميل بصراحة. حلوة الافتكاسات بتاعتك دي. هذا انا بنعك وخلاص. يعني بس احنا راضيين. مضطرة يا عيني، مضطرة يا عيني. قدرنا. خلاط مش عارفة تركبيه. انا برضو، انا اللي برضو، انت اللي ومطار. مركب الخلاط. هنلفه. انت مركب الخلاط بتاعك غلط. انا مركب الخلاط. انا برضو. في جمال. انا جيت يمتك يا ستي. يا جمال يا جمال. حط العصير هنا. هات هحط العصير هنا. اذا يبقى احنا متفقين على الخرشوف من السوبر ماركت والطماطم والريش. انا الريش انا سهل خلاص، بقيت بفهم. يا ريت تكون وانت عايزه من غير دهن. من ريش من غير دهن وضاني. يا ريت من غير ايه؟ دهن يا باشا. طيب جيف مي فايف. جيف مي فايف. اشوفكم بكره ان شاء الله.